الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله عدد أنفاس الخلائق بقدر علم الله بلا عدد، من قديم الأزل إلى دوام الأبد. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله عدد ما كان وما يكون وعدد ما في علم الله المكنون. والرضا عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وعن أختهما سيدتنا زينب، وعن أمهم سيدتنا فاطمة الزهراء، وعن أمها سيدتنا خديجة، وعن سائر أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أحبابي في الله وفي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكروا أن صيادا خرج قبيل الفجر ليصطاد، وعلى شاطئ النهر تعثرت رجله ببعض الأحجار، فأمسك بها وجلس على الشاطئ ينتظر بزوغ الفجر، وأخذ يضرب الحجارة ويلقمها النهر واحدة تلو أخرى، ولم يبق في يديه سوى حجر واحد هم بإلقائه عند بزوغ الفجر، وبطرفة عينه لمح الحجر الذي في يده فوجده يلمع، وجد أن الحجر من الماس. حينها أصابته غصة عظيمة وكاد يموت من شدة الندم، فقد فرط في أحجار كثيرة من الماس كان بإمكانها أن تجعل منه أغنى رجل في المدينة، فبكى مر البكاء وندم على ما فرطه بعدم معرفته لقيمة ما في يديه، ولكن بعد فوات الأوان. ترى أيها الإخوة الأحباب، كم شخصا منا أكرمه الله تعالى بنعم غالية لا تعد ولا تحصى، ففرط فيها بجهله وغبائه، ولما ضاعت من بين يديه بكى كبكاء النساء. كم شخصا رزقه الله الشباب والعافية والفتوة، فضيع قوته وصحته في شرب الخمور والمخدرات والإدمان والتدخين، حتى أصابه الإعياء والمرض. كم شخصا بدد ماله وأنفقه على ما لا يحمد من ميسر وخمور ونساء وحرام، حتى صار فقيرا يستجدي اللقمة من الأغنياء وينتظر إحسان الناس إليه. كم زوجة كفرت عشرتها وأساءت إلى زوجها ولم تحفظ نعمة البيت الذي هي فيه، وأساءت إلى زوجها حتى طلقها وتشتت شمل أسرتها. كم من الأشخاص أكرمهم الله بنعم لا تعد ولا تحصى ففرطوا فيها وضيعوها. وفي تاريخنا الإسلامي عشرات النماذج والقصص التي تحكي لنا عن مواقف كثيرة ينبغي أن نأخذ منها العبر، وعن أقوام كانوا آلق من الشمس ضياء فغابت شمس زهوتهم بسبب عدم محافظتهم على النعمة. ومن هؤلاء دعونا نأخذ قصة جنة الله في أرضه، تلكم الفردوس
التي اعتبرها الناس قطعة من الجنة على الدنيا، لم يشهد العالم آنذاك مثيلا لهذه الفردوس، لهذه البلاد من الرقي والحضارة والنهضة والتقدم في كل مجالات الحياة، بدءا من الفقه والحديث مرورا بعلوم الفلك وصولا إلى الفنون والموسيقى. إنها بلاد الأندلس الفردوس المفقودة. ولما لا تكون الفردوس الأندلس الفردوس المفقودة وقد ظلت الأندلس زهاء 8 قرون مهد الحضارات وموئل العلوم وموطن سماحة الإسلام. ودعونا نأخذ من كتاب العرب في إسبانيا ما ذكره مؤلفه عن مدينة كانت من أعظم مدن العالم آنذاك، لم تر العيون في بهائها وروعتها وجمالها. إنها مدينة الزهراء، تلكم المدينة التي بناها الخليفة عبد الرحمن الناصر تلبية لرغبة امرأته، وسماها على اسم زوجته. بناها في سفح جبل يسمى بجبل العروس، واستغرق بناؤه لهذه المدينة 25 سنة. كان ينفق في كل سنة ثلث خزائن مملكته، وجعل في هذه المدينة ما لم تر العيون مثله قط من البهاء والجمال والإبداع والعظمة والروعة والفنون. ولما مات استكمل ابنه بناءها 10 سنين أخرى، وكان يعمل في بناء مدينة الزهراء. تلكم الفردوس جنة الله على أرضه، كان يعمل فيها 10,000 من العمال والصناع، وكانوا يستعملون 3,000 دابة تنقل الحجارة والمعدات كل يوم. واستغرق البناء كما قلنا 40 سنة، وبنى في هذه المدينة قصرا سماه بالمؤنس، جمع فيه من الزخارف والذخائر والأثاث ما يدهش العقول. وكان في هذا القصر حوض مملوء بالزئبق الرجراج، ما أن تضرب أشعة الشمس فيه ضوءها حتى يخرج برقا يشبه برق السماء. أحاط هذه البحيرة وهذا الحوض 12 مثالا من الذهب الأحمر المرصع بالجواهر والنفائس. وكانت هذه التماثيل تشبه الطيور والحيوانات، تقذف بالماء من أجوافها لتنزل في هذه البحيرة. وكان يخدم في قصره ما يزيد على 10,000 من الإماء والعبيد، يرتدون الحرير الناعم الجميل، وترتدي الجواري من المجوهرات ما لا ترتديه أغنى نساؤنا في العالم الآن. وكانت العبيد والجواري لا يأكلن سوى اللحم والطيور والأسماك. وما رأى أحد مدينة الزهراء وقصر المؤنس فيها إلا انبهر عقله من شدة الجمال والبهاء والعظمة والروعة. ولكن للأسف لم تدم هذه المدينة وجمالها 40 سنة، حتى دب النزاع والشقاق بين الأمراء والملوك، وتنافسوا على السلطة وتقاتلوا من أجلها، حتى خربت هذه المدينة
ونهب ما فيها من مجوهرات وأموال، وبنى الخليفة المتغلب عليها مدينة بجوارها لتناهضها سماها بمدينة الزاهرة. واستمر الحال بين أبناء الدنيا الذين تقاتلوا على الملك وتنافسوا على السلطة والشهرة حتى فقدوا الأندلس وضاعت من أيديهم، وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره. لما دخلت الدنيا في قلوب البعض واستوطنت النفوس وغلب حب الشهوات على الناس، حدث النزاع والشقاق وضاعت الفردوس من أيديهم وفقدوها إلى الآن. وليت الأمر وقف بنا عند فقد الأندلس، لكننا قرأنا في التاريخ ما جرى لأهلها من نكال، وما أنزله المحتلون لها بأهلها من هوان وعذاب، بدءا من تقليم الأظفار ومن الإخصاء ومن وضع الملح على الجراح والجلد والكي بالنار، وصولا إلى التهجير والتقتيل والتقطيع وتقطيع الأعضاء. لا يستثنى من ذلك امرأة ولا طفل صغير. وأجبر أهل الأندلس على تغيير ملتهم وعلى الكفر بربهم، وهدمت المساجد وحولت إلى دور يعبد فيها غير الله عز وجل. وما ذلك إلا بالصراع على الدنيا والتنافس فيها والرفاهية الزائدة والإسراف المقيت البغيض. ومما زهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وقفت أم آخر خلفاء دولة الأندلس وهي تودع وجواريها القصر مطرودة من هذا الخير، لترى ابنها الخليفة يبكي، فقالت له معاتبة إياه: ابكي كبكاء النساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال، ابكي كبكاء النساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال. وفي القرآن الكريم عشرات المواقف والقصص التي ذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى لأفراد وجماعات أمدهم ربنا بالنعم وأغدق عليهم بالعطاء وزادهم من الرزق والفضل الكثير، لكنهم كفروا بنعمة الله وضيعوها سدى، فأذاقهم الله نكال العذاب. ففي سورة الكهف نقرأ قصة ذلك المغرور الذي أنعم الله عليه بالغنى والخير والثراء والمجد والفضل والعطاء، وأعطاه جنتين فيهما من كل الثمار، لكنه كفر بالله واغتر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكانت نهايته أن أرسل الله على بساتينه الريح فدمرت كل شيء فيها، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وهذا رجل آخر
ذكر الله لنا قصته لنعتبر بما آل إليه حاله. آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. آتاه الله من المال ما لا يحصيه العد، لكنه اغتر وقال إنما أوتيته على علم عندي، وخرج على قومه في زينته مختالا كالطاووس مغرورا بماله. فخسفنا به وبداره الأرض، إنه قارون الملعون. ذكر لنا سبحانه وتعالى كذلك قصصا لمجتمعات وبلدان كانت تنعم بالخير والعطاء، لكنها كفرت بأنعم الله فأذاقها الله سوء العذاب. ألم تر كيف قال سبحانه وتعالى عن قرى أهل سبأ الذين أكرمهم بالزروع والثمار والحياة الهادئة الهانئة، وطلب منهم أن يشكروا نعمة الله وأن يحافظوا عليها فلم يفعلوا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أهلك الله قوم فرعون لما ساروا في الضلال والغي وكفروا بالله الواحد العلي، وما استجابوا لدعوات نبي الله موسى الكليم، فأهلكهم الله وأغرقهم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا شاكرين لنعمه محافظين عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وبه اقتدى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، ما أحوجنا أن نتعلم من سير السابقين ما ينفعنا في حاضرنا ومستقبلنا، وأن نأخذ من الدروس السابقة ما نستعين به على ملمات الحياة. كم أكرمنا الله بنعم عديدة، فعلينا أن نحافظ عليها وأن نشكره عليها عز وجل. أكرمنا الله بالأمن في الأوطان، فعلينا أن نحافظ على بلادنا من الفتن وأن نحميها من شرور الإرهاب والفساد. أكرمنا الله تعالى بالصحة والعافية والشباب، فعلينا أن نصون هذه النعم وألا نضيعها سدى خلف أوهام المخدرات والإدمان وارتكاب العصيان والحرام. أكرمنا الله بنعمة الزوجة الحلال، فلا ينبغي أن نذهب إلى الحرام. أكرمنا الله بنعمة الأولاد، فعلينا أن نحافظ على أولادنا وأن نحسن تربيتهم وأن يكون لهم منا نصيب في العناية والرعاية والتربية والاهتمام. وجامع هذا أن نعود إلى الله
وأن نتعلم من وحيه الكريم، وأن نعود إلى كتاب ربنا من جديد، وأن نقرأ كلام الله بقلب واع وفكر مستنير، وأن نطبق ما في كتاب الله، فهو سبيل الأمان والنجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولقراء القرآن وللعاملين به من فضائل الرحمن ما لا يدركه عقل إنسان. ذكر صاحب كتاب صفة الصفوة أن الإمام حمزة ابن حبيب الزيات، وهو أحد رجالات الله من قراء العلم القراءات، وواحد من أشهر رجال علم القراءات في القرآن الكريم، دخل عليه تلميذه ذات يوم فوجده ساجدا وهو يمرغ خديه في التراب ويبكي، فظن التلميذ أن شيخه أذنب، فقال: أعيذك بالله مما تفعل. فقال له حمزة بن حبيب الزيات: وما لي لا أمرغ وجهي في التراب شكرا لله بعدما أراني البارحة رؤيا. ثم قال له: لقد رأيت البارحة في المنام كأن القيامة قامت، ونودي على أهل القرآن فتقدمت معهم، ثم سمعت صوتا عذبا شجيا يقول: ليتقدم إلي من عملوا بالقرآن. قال حمزة الزيات: فرجعت إلى الخلف يعتقد أنه لا يعمل بكتاب الله، فسمعت الصوت الشجي العذب يقول: أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فظن أن ملكا ينادي عليه، فقال: لبيك داعي الله. فابتدره ملك بجواره وقال: لا تقل هذا، بل قل لبيك اللهم لبيك. فعلم أنه يكلم الله فقال: لبيك اللهم لبيك. ثم قال له ربنا: يا حمزة أدخل هذه الدار. فدخلها فسمع فيها ضجيج القراء يقرؤون كلام الله، وفي الدار منبر لم تر عينه أجمل منه، من در أبيض، حافتاه من ياقوت أصفر، ومرقاته من زبرجة أخضر، وإذا بالصوت يقول: يا حمزة ارقى واقرأ. فرقى المنبر وقرأ سورة الأنعام حتى وصل إلى قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فقال له ربنا: يا حمزة ألست القاهر فوق عبادي؟ قال: بلى يا رب. قال: اقرأ. فختم سورة الأنعام وقرأ بعدها الأعراف. فقال له ربنا: يا حمزة من أقرأك هذا القرآن؟ قال: أقرأني إياه سليمان. قال: صدق. ومن أقرأ سليمان؟ قال: أقرأه إياه يحيى. قال: صدق. ومن أقرأ يحيى؟ قال: أقرأه له أبو عبد الرحمن السلمي. قال: صدق. ومن أقرأ السلمي؟ قال: ابن عم نبيك علي بن أبي طالب. قال: صدق. ومن أقرأ علي؟ قال: رسولك محمد. قال: صدق. ومن أقرأ محمدا؟ قال: جبريل. قال: ومن أقرأ جبريل؟ فسكت حمزة. فقال له ربنا: قل أنت. فقال: لا أجسر أن أقول أنت، حياء من الله. فقال: قل أنت. فقلت أنت. ثم قال لي: يا حمزة وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن، وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن، وما أحببت أحدا من خلقي كحبي لأهل القرآن.
فأعلم أصحابك بمكان أهل القرآن مني، فهم المصطفون الأخيار. ثم قال له: يا حمزة، وعزتي وجلالي، لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار، ولا قلبا وعاه، ولا عينا نظرت إليه، فأعلم أصحابك بمكان أهل القرآن مني. فعلينا أن نعود إلى مائدة كلام، إلى مائدة القرآن، قراءة وفهما وتدبرا وتطبيقا وعملا، إن أردنا الفلاح والصلاح لأنفسنا ومجتمعاتنا، سائلين الله أن يتوب علينا وأن يستر علينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الأعظم الكريم الأجل الأكبر الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تبلغ روح رسول الله منا السلام والتحية والإكرام، وأن تبلغ أرواح آل بيت رسول الله منا السلام. اللهم أنزل رحمتك وبركتك على من بنى هذا المسجد وعلى كل من صلى فيه منذ أن بناه وإلى أن يدوم بإذن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واحفظ اللهم مصر وشعبها وجيشها.